مرحبا أصدقاء صغار، أصدقاء برنامج رايحين. رجعنا وياكم بحلقة جديدة أكيد مليئة بالمتعة والفائدة والمعلومات الكثيرة والوفيرة. أصدقاء صغار، راح نقضي إحنا وأنتم نصف ساعة أكيد راح تكون حلوة نقضيها إحنا وأنتم مليئة بالمعلومات. أصدقاء صغار، أقول لكم أول شيء صباح الخير عليكم وين ما تكونون وبكل مكان. صباح الخير يا نهار، صباح الخير على أحلى الأصدقاء، جمعة مباركة عليهم. حلقة جديدة من برنامج رايحين، خلال نصف ساعة يا أصدقائي راح نقدم لكم فقرات ممتعة ومسلية. أولى فقراتنا راح تكون هي ارسم معنا وأيضا مواهب الأصدقاء. أصدقاء صغار، أكيد راح يجينا سؤال مميز من أحد الأصدقاء، راح نتعرف على صديقنا وأكيد راح نتعرف على السؤال وراح نجاوب على السؤال بمعلومات قيمة. وايضا يا اصدقائي فقرتي نشكل، وايضا رسائلكم وتعليقاتكم الحلوه اللي توصلنا عبر صفحه الفيسبوك. لكن يا اصدقائي دائما ما نبدا وياكم موضوع حلقه نحب اني ونهار نعطيكم بعض النصائح والارشادات عليه، واليوم موضوعنا جدا مهم، راح نتكلم عن آداب الطريق. أصدقائي صغار، بما أنه إحنا بدأنا العام الدراسي الجديد وأكيد إن شاء الله يكون عام موفق لجميع الأصدقاء ويكون كله اجتهاد ونجاح ومثابرة، لكن أكيد عندنا الكثير من القواعد اللي لازم نلتزم بها، راح نتعرف عليها خلال الحلقات القادمة وأكيد راح ننصحكم بالعديد من النصائح. لكن اليوم راح ننصحكم بأهم النصائح، هي آداب الطريق. أصدقاء صغار، لازم نكون بما أنه إحنا راح نطلع من البيت إلى الشارع إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت، فأكيد راح نمر بالشارع، فالشارع يا أصدقائي إلى آدابه، فلازم دائما عندنا عدة نقاط نحب ننوه عليها. أولا يا أصدقائي، أنا أكيد أحب أنصحكم أنه لازم ننتبه للشارع للعبور من مكان إلى آخر، ولازم دائما نمشي على الرصيف، ولازم أيضا نشوف إشارة المرور إذا نقطع الشارع، وإذا ما كانت أكو إشارة مرور يا أصدقائي الصغار لازم ننتبه للسيارات، لازم التفت الى اليمين والى اليسار قبل ما اعبر، ودائما انتبه اذا اكو سيارة جاية وحتى اذا شفتها بطيئة لازم ما اعبر وانتظرها تمر، او انتظر الشخص اللي يقود السيارة يسمح لي بالمرور حتى اعبر. فعلا يا نهار، اذا لازم ما نتسرع في الشارع ابدا يا اصدقائي. وايضا من اداب الطريقة اصدقائي هو انه يكون صوتكم منخفض وما يكون عالي بالحديث او بالضحك، او قد يكون الاصدقاء تعرفين نمشي احنا نوبات لما نحل في حلة المدرسة نطلع على شكل جروبات احنا واصدقائنا، فنحاول دائما نكون مهذبين مؤدبين، ما نؤذي اي احد من المارة، اذا كان اكو اطفال بالشارع او نساء او عوائل نحاول دائما يكون اصواتنا ناصية. وايضا يا اصدقائي ما يصير على شكل مجموعات ونعيق الطريق ونعيق ايضا الناس اللي تريد تمر او سياره تريد تمر بالخاصه يعني الشوارع الفرعيه يا اصدقائي، ولا ايضا نقعد ايضا الجلوس بالشارع ما يصير يا اصدقائي، لانه يا احلى الاصدقاء دائما لازم احنا نراعي الاخرين، نراعي الاهل، نراعي الناس بشكل عام، لان هذا هو شارع ملك الجميع، لازم احنا نكون الى ادابه وشلون نعرف نتصرف به. أكيد يا منار، وبالإضافة يا منار للشارع أيضا إلى حرمته، وأكو مو بس إحنا بالشارع أكو حيوانات، فإحنا دائما نشوف من تصير الحلة ممكن بعض الأطفال الصغار يؤذون الحيوانات، لذلك أبدا لا نؤذي الحيوانات ولا نمسك حجارة بإيدنا ونرمي على النوافذ، ولا إذا شفنا شجرة مثمرة نحاول نأخذ بعض بما أنه إحنا جوعانين يعني فنحاول نأخذ بعض الفواكه ونرميها، ممكن تأذي الآخرين، ممكن توقع على أحد أو تكسر بعض النوافذ أو البيبان، أو ممكن أكو مريض أو إلى آخره من الأشخاص الموجودين. فيا أصدقائي لازم أيضا نراعي أنه إحنا ما نزعج الآخرين لما نرجع، بالعكس إحنا لازم نساعد الصغار وكبار السن وحتى الحيوانات، إذا كانت عطشة ممكن أعطيهم بعض الماء أو بعض الطعام اللي ممكن يزود من يمي من اللي ماخذيه ويانا. فعلا يا نهار، وايضا يا اصدقائي يمكن ياخذ معلومه راح نعطيكم اياها او ارشادات مثل ما نقول اصدقائنا السيارات، لانه كثير من الاطفال الان هم عندهم خطوط ممكن يرجعون بالخط، ايضا يا اصدقائي لازم نحافظ على هدوءنا بالخط حتى لا يرتبك السائق باصواتكم العاليه وما يمكن يسبب حادث او مشكله، وايضا ما نرمي اي شيء خارج النوافذ لان هذا الشارع هو ملك للجميع. اذا اصدقائي ننتقل الى فقراتنا اللي هي ارسم معنا، خليكم ويانا حتى نرسم. أصدقاء صغار، وصلنا الآن إلى فقرة ارسم معنا. في هذه الفقرة راح نتعلم رسومات سهلة وبسيطة حتى أنتم تقدروا تنفذوها بالبيت، وأكيد ممكن تفاجئون بها معلمة الفنية مرة بالخصوص. أصدقاء صغار، أنا في كل حلقة أعلمكم رسمة مختلفة، واليوم اختارت لكم أحد الطيور، أنا أشوفه جدا ظريف، شكله جميل، وأيضا عنده بعض التصرفات المميزة جدا، فشنو رأيكم يا أصدقائي أنا وأنتم أعلمكم نرسم البومة؟ إذا حابين تعرفون شلون راح نرسم البومة تعالوا وياي حتى نرسمها. Thank you.
أصدقاء صغار، إذن هذه هي رسمة اليوم. رسمنا وياكم البومة حلوة وجميلة وظريفة، أتمنى حبيتها وراح تقدروا تنفذوها بالبيت بكل سهولة. كلش حلوة يا نهار، أنا أصفق لك وأصدقائنا أيضا إن شاء الله حبوها وممكن ينفذوها مثل ما قلتي. أصدقائي عندي معلومات سريعة عن طائر البومة. أصدقائي هذا الطائر طبعا هو ينشط ليلا، يعني هو يحب يكون نشاطه في الليل، ويا أصدقائي أكيد يفترس الحيوانات اللي ممكن تكون أقل قوة من عنده مثل القوارض الأرانب السحالي والقنافذ ولا آخر من اللي هو ممكن يفترسها. وأيضا يا أصدقائي اللي يميز طائر البومة أنه وجهه يشبه وجه القطة، وأيضا ممكن أنه يلتف رقبته، يعني رأسه راح يلتف تقريبا حركة شبه دائرية، يعني مو دائرية كاملة إنما هي شبه دائرية. ويا أصدقائنا الحلوين هذا الطائر من ثم تشوفونه يتميز بعدة ألوان، هذا اللون البني أو اللون الأبيض اللي هم يسمونه البوم الثلجي ولا آخره من الألوان، موجود من عدة تقريبا 200 نوع أو أكثر. إذا أصدقائي خليكم ويانا الآن حتى نروح نشاهد موهبكم ونرجع لكم.
رجعنا وياكم يا أصدقاء صغار بعد ما سمعنا لهذه الأغنية الحلوة، وأكيد شفنا رسوماتكم الرائعة في فقرة مواهب الأصدقاء. أنتوا أيضا يا أصدقاء صغار تقدرون تبعثونا رسوماتكم أو أي موهبة حلوة حابين تعرضوها على شاشتنا، أكيد راح نكون سعيدين أن نعرضها عبر شاشة قناة العراقية في برنامج رياحين. أما الآن يا أصدقاء صغار، أكيد أنتوا كلكم تسألون وين وصلنا يا ترى ولأي فقرة. خليني أخذكم ونروح المنار ونسألها منار، إحنا وين وصلنا؟ أكيد يا نهار يا أصدقائي الحلوين، وصلنا إلى فقرة اسأل وتعلم، وأنا بانتظار أحد الصديقات أو الأصدقاء يتصلون بنا حتى نعرف شنو سؤال اليوم. رن الجرس يا أصدقائي، خليكم ويانا حتى نعرف السؤال. هلا وأنا زين مبرحين. هلا ومنار ونهار، أنا أحبكم هواية. سؤالي كيف يحدث البرق؟ باي باي يا احلى صديقتنا زنوبة، احنا نحبكم كلش هواي، والسؤال ايضا جميل، خليكم ويانا حتى تعرفون الاجابه على هذا السؤال. اصدقائي، تتسبب حركه جزيئات الماء وبلورات الجليد داخل السحب العواصف الرعديه نحو الاعلى والاسفل لاصطدامها ببعضها البعض، مما يتسبب بفقدان بعض الالكترونات واكتسابها من قبل بلورات اخرى. نتيجه لذلك راح ترتفع الشحنات الموجبه للاعلى في الغيمه، بينما تتمركز الشحنات السالبه في اسفل السحابه. بعد ذلك تتدفق هذه الشحنات السالبه نحو الارض، فيتشكل فرق جهد كهربائي بينها وبين الارض، فتطلق الارض شحنات كهربائيه تعترض مسارها قبل وصول الشحنات السالبه للارض بفعل التيار الناتج. يحدث ما يعرف باسم الضربه المرتده، مما يولد طاقه ضوئيه ساطعه تعرف بالبرق. يرافق البرق موجات صوتية ودوي يطلق عليه الرعد، الذي كما يحدث الرعد بعد ظهور ومضة البرق مباشرة، ويرجع ظهور ضوء البرق قبل صوت الرعد لأن انتقال الضوء أسرع في الهواء من انتقال الصوت. فوائد البرق يا أصدقائي، يساعد البرق على تثبيت النيتروجين الذي تحتاجه النباتات في التربة، وأيضا يساعد البرق على تفاعل ذرات الأكسجين لتشكيل غاز الأوزون، وهو الغاز الذي يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، ويحافظ البرق على التوازن الكهربائي بين سطح الأرض والغلاف الجوي. أما أضرار البرق يا أصدقائي، يحدث البرق ما يسمى بالصدمة الكهربائية، إذ حين يضرب البرق الإنسان يمكن أن يؤدي لسكتة دماغية والعديد من الأضرار في جسم الإنسان، ويمكن أن تصل إلى الوفاة. وأيضا يا أصدقائي، ينتقل تيار البرق عبر الأنابيب والأسلاك، ما يحدث شرارة في أسلاك المنزل وفي الأجهزة الكهربائية ويؤدي لتلفها. وأيضا يا أصدقائي، من أضرار البرق يؤدي البرق إلى حدوث حرائق إذا أصاب ضرر في مصدر طاقة، إذ يسبب حدوث تماس كهربائي ثم يؤدي لحدوث حريق، أو عندما يصيب الخشب أو الأشجار والمواد القابلة للاشتعال إذ تنفجر بسهولة وتسبب حدوث الحرائق. إذن يا أصدقائي، خليكم بالبيت بمنازلكم الآمنة عند حدوث البرق والرعد والأمطار الشديدة. شكرا صديقتنا زنوبة على هذا السؤال المميز، كيف يحدث البرق؟ أكيد أصدقائي تعرفتوا على معلومات كثيرة من خلال منار في هذه الفقرة، وأنا أيضا من محبين البرق والمطر، وأكيد راح نشهد الكثير من البرق مطر ورعد في هذا الفصل الشتاء القادم. يعني أكيد بما أنه إحنا على أبواب الشتاء راح نغادر الصيف وندخل إن شاء الله الشتاء، وأكيد راح اللي ما شاف البرق يشوفه. أصدقائي صغار، أما الآن خلينا نروح نشوف صوركم الحلوة والمميزة اللي وصلت لنا عن طريق صفحة الفيسبوك، وأكيد راح نشوفها في فقرة مشاركات الأصدقاء. يلا يا أصدقائي نشوف صوركم. Thank you.
أصدقائي ورجعنا بعد ما شاهدنا صوركم الحلوة اللي وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك. شكرا لكل أصدقائنا الحلوين اللي اشتركوا ويانا بهذه الفقرة. انتوا نفس الطريقة ممكن تتابعوها حتى تشاركونا بصوركم الجميلة. أما الآن أنا وأنتوا خلينا نشوف نهار وصلنا وياها لأي فقرة. أكيد يا منار يا أصدقائي الصغار وصلنا إلى فقرة هيا نشكل. في هذه الفقرة يا أصدقائي الصغار أكيد راح نشكل الصلصال الملون المخصص للأطفال. أنا من محبيه وأحب دائما أشكله في أوقات فراغي حتى أقدر أستثمر هذا الوقت لأشياء مفيدة. وأكيد أنا في كل حلقة أشكل لكم هذا الصلصال بشكل أشكال مختلفة وجميلة. أكيد هاي الأشكال راح نحبها لما نصنعها وممكن نفاجئ بها ماما وبابا ونطور هذا الأشكال وتكون عندنا موهبة إن شاء الله بالمستقبل هي موهبة النحت. أصدقائي الصغار واني حابة أن أعلمكم اليوم شلون نصنع احد الطيور. هذه الطيور اكيد ما تطير لكن تعيش في الاماكن البارده جدا. عرفتوا عن شنو اتحدث؟ اتحدث يا اصدقائي الصغار عن البطريق. تعالوا وياي حتى نصنع بطريق جميل. أصدقائي ورجعنا بعد ما نهار صنعت لنا هذا البطريق الجميل. ممكن أنت تصنعون مثله بأي لون حابينه أو أي شكل آخر. تعطوا له صورة واضحة حتى نقدر نشاركها بفقرة مواهب الأصدقاء. أما الآن يا أصدقائي وصلنا لرسائلكم وتعليقاتكم الحلوة اللي وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك. خليكم ويانا حتى نقرأها. أول رسالة يا أصدقائي وصلتنا اليوم وتقول الرسالة: مرحبا ست نهار ومرحبا ست منار، أنا أحب متابعة البرنامج وأحب الرسم كثيرا وأرجو قبول مشاركتي معكم وشكرا على عرض صوري ورسوماتي صديقتكم بنين. شكرا لأجمل صديقتنا بنين، احنا سعيدين لأنه أنت شفتي صورك ورسوماتك وأكيد قدرين تشاركين ويانا دائما. ورسالة أخرى يا أصدقائي وصلت لنا ويلا نقرأ الرسالة. السلام عليكم، إحنا أصدقاء البرنامج من البصرة الفيحاء زينب وحيدر وجود. نهنئكم بحلول العام الدراسي الجديد ونتمنى لكم المزيد من العطاء ودوام التوفيق. أصدقاء الحلوين زينب وحيدر وجود، أكيد إحنا أيضا نتمنى لكم عام دراسي مليء بالتوفيق لكم ولجميع الأصدقاء. ورسالة أخرى وصلت يا أصدقائي اليوم وتقول الرسالة: صباح الخير مس نهار ومس منار، أنا صديقتكم ملك سعد، أحبكم هواي وأحب برنامج رياحين الممتع، شكرا لكم. أحلى صباح لأحلى صديقتنا ملك، وإحنا سعيدين لأن أنت تحبين البرنامج وتابعينا. ورسالة أخرى يا أصدقائي وتعالوا وياي حتى نقرأها.
جمعة مباركة عليكم كادر برنامج رياحين المبدعين، كل الحب من أصدقائكم شمس ومهدي. نحب أغنية بابار فيل، نتمنى تهدونا منها مقطع. أصدقاء الحلوين مهدي وشموس الحلوة، أكيد راح نغني لكم بابار فيل ونهديها لكل الأصدقاء. وآخر رسالة يا أصدقائي وصلتنا اليوم، تقول الرسالة: صباح الخير، عام دراسي جديد، صديقتكم هاجر عبد الناصر من الموصل. أحلى صباح الأحلى صديقتنا هاجر، أكيد عام دراسي جديد يا رب يكون مليء بالنجاح والتفوق إليك يا صديقتنا هاجر ولكل أصدقاء البرنامج. مرة في حينا زارنا فيل ظريف، بلطف قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. بابار فيل ذكي جميل، وعالم الأطفال عالم جميل. أكيد هاي الأغنية الأصدقاء يهديها، صح إن شوية غلطنا بها بس ما يخالف، أتمنى كل أصدقائي حبوها وإن شاء الله نحفظها على المرة الجاية. أصدقاء صغار، أكيد أنا أشكر كل الأصدقاء اللي تواصلوا ويانا وبعثونا رسائلهم وأكيد تبريكاتهم بحلول العام الدراسي الجديد، وأيضا يا أصدقائي تعليقاتهم. أصدقاء صغار، أنا أيضا بانتظار رسائل أخرى تجيني، راح أنتظر بفارغ الصبر إنه أقرأها عبر صفحتنا في الفيسبوك برنامج رياحين. أما الآن يا أصدقاء الحلوين ويا أصدقاء صغار يا ريحاناتنا الحلوين، أكيد حان موعد الفراق، أكيد إنه موعد إنه نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله يا أصدقاء صغار. إذن إحنا على موعد اللقاء بإذن الله. إذن أصدقائي وصلنا إلى ختام حلقتنا، نتمنى حبيتوها واستفدتم من كل الفقرات اللي قدمناها لكم. وأيضا يا أصدقائي لا تنسون تابعونا بإعادة الحلقة يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر، أو أيضا على قناة اليوتيوب قناة العراقية العامة، فقط تكتبون برنامج رايحين بصندوق البحث أكيد راح تطلع لكم هذه الحلقة وكل الحلقات. أصدقائي الآن أنا ونهار نقول لكم إلى اللقاء.